بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جهنم والرقم 7. عدد أبواب جهنم 7 أبواب، وقد تكررت كلمة جهنم في القرآن 77 مرة، والعدد 77 من مضاعفات رقم 7. طيب لو ضربنا 11 ضرب 7 يساوي 77. تأملوا هذا التنسيق بين عدد أبواب جهنم وهو 7، وعدد مرات تكرارها وهي 77. والله أعلم.